ماما يا حبيبي، هو ليه في عيد ام ومفيش عيد اب؟ انت عمرك سمعت عن سيفن ام؟ لا هو سيفن اب بس. سمعت عن واتس ام؟ لا هو واتس اب بس. طب سمعت عن ماما غنوج؟ لا هو بابا غنوج بس. عمرك سمعت طيب عن ماما نويلة؟ لا هو بابا نويل بس. طيب خلاص، امال في ايه؟ ضايقت بيك على ام اليوم ده يعني؟ خلينا حتى جزمة في بقي وسكت. خلاص يا حاج انا كنت بستفسر بس. اللي شوفك كده يا اخويا قول ده الهدايا مقطعه بعضها. اذا كان امك ثم امك ثم امك وجايب له قرص مشبك يا معفن، هتجيب ايه لابوك هو كمان؟ كنت هجيب له قرص مشبك تاني. انت عايز مني ايه بالظبط يا حموكش؟ هو انت وابوك عليا بالظبط ولا ايه؟ انت عايزين نشد في شعر يعني؟ خلاص يا حاج انا غلطان ان انا سالت. ولا تكون عايزين نشد في شعر يعني؟ يا حاج خلاص سل على النبي يا جدع، ما شد في شعري احسن. انت عايزه تشد بقى، انت حر. اري اسود الحق يا حاج.